مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، مرة أخرى القوات الموالية للرئيس والبلاطجة يستهدفون المتظاهرين، ما أحدث حصيلة لديك؟ نعم، أولا أريد أن أقول قبل قليل حدثوني في المستشفى الميداني بأن هناك قتيل سادس سقط قبل قليل متأثرا بجراحه، إذا فنحن أمام 6 قتلى من المتظاهرين، أيضا هناك 9 إصاباتهم حرجة قد تتم حالات الوفاة خلال الفترة القادمة. هذا نحن الآن أمام 6 قتلى من المتظاهرين السلميين الذين خرجوا اليوم في مظاهرة تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح ومحاكمته، بالإضافة إلى 7 جنود من قتلى الجنود الموالين للثورة عندما كانوا يشتبكون في منطقة هائل وفي المناطق مجاور لساحة التغيير بصنعاء، الاشتباكات كانت بين القوات الموالية لصالح والقوات الموالية للثورة. نحن الآن أمام 13 شخص قتلوا اليوم في صنعاء، بالإضافة إلى 20 شخصا قتلوا بالأمس سواء في المتظاهرين السلميين أو في منطقة النهضة أو منطقة الحصبة. اليوم طبعا خرج المتظاهرون كالعادة يحملون الورود وبالسلمية أيضا يتحدثون، خرجوا في اتجاه شارع زراعة، شارع القاع، هناك كان هناك مجموعة من القناصين يتمركزون في مناطق او مباني سكنيه ومباني حكوميه، ايضا كانوا جاهزين منذ يوم امس، رغم ان اللجنه التنظيميه للثوره الشبابيه الشعبيه السلميه قالت واعلنت خلال بوسائل الاعلام التابعه لها او الادبيات التابعه لها بان المتظاهرين سيخرجون اليوم الاحد، الا انهم كانوا متجهزين بالقناصه. اليوم ما وجدناه اليوم بان هناك كان من القناصه ومن القوات الموالية لصالح سواء القوات الحرس الجمهوري التي تلبس زي الحرس الجمهوري او التي تلبس زي الامن المركزي او حتى تلك القوات التي تلبس زيا مدنيا كانت تحمل الار بي جي، وراينا القتلى من المتظاهرين السلميين، راينا يعني حالات صعبه جدا لا يمكن وصفها ولا يمكن النظر اليها، لا تستطيع وسائل الاعلام ان تنقل هذه الصور لبشاعتها ولحجم يعني ما يصفه المتظاهرون بالجريمه التي ارتكبت ضدهم. هؤلاء المتظاهرون طبعا كانوا اليوم يعني وقعوا امام هؤلاء البلاطجه في منطقه القاع، في منطقه الكهرباء، ايضا لاحق القناصة والبلاطجة والقوات الموالية لصالح أيضا المتظاهرين وخلفية المظاهرة في شارع بغداد وفي الشوارع المحيطة بشارع عصر. والمستشفى الميداني كان يناشط قبل قليل كل الجهات والمنظمات الدولية والصحية بأن تقوم بمده بالأدوية وبالأدوية العينية وأيضا بفصائل الدم سواء سالب أو أي سالب كما يقول المستشفى الميداني. شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، مراسل الجزيرة من صنعاء. ومعنا